اذر انتي انجينال دراجز، ادويه بتستخدم في علاج الانجينا بيكتورس غير الادويه الرئيسيه. الادويه دي ممكن نستغنى عنها، لكن ساعات بلجأ لها كبديل للنيتريت والكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكرز. عندي نيكورانديل، الايفابرادين، الرانولازين، والتريميتازيدين. نبتدي بالنيكورانديل. النيكورانديل زي اسمه ما باين بادي بان اي زي النيتريت. ليه؟ لانه بيشتغل بنفس الطريقه بتاعه النيتريت، بيريليز الان او، والان او ده بتعمل لي فازو دايليتيشن لللارج كروناري ارترز لو كانت ما هياش اثيروسكليروست. له اكشن تاني اضافي انه بيفتح بوتاسيوم تشانل اسمها ادينوزين تراي فوسفيت سينس بوتاسيوم تشانل. لما البوتاسيوم بيخرج بره الخليه بيحصل هايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن ده يقلل لي الاكتيفيتي بتاعت السموز باسل، فيعمل لي فازو دايليتيشن للسمول كوروناري بلاد فيسلز، وكمان يقلل لي الاكتيفيتي بتاعت القلب، فبيديني كارديو بروتكتيف افكت. الدواء ده شكله احسن من النيتريت، وكمان في ميزه اضافيه انه ما بيعملش توليرنس زي النيتريت. فليه بنستخدمه بديل للنيتريت وما تبقاش النيتريت هي اللي بديل له؟ لان له ادفيرس افكت بيضايقنا، بيري اينال او بيري ستومال ألسريشن حوالين الفتحات بتاعت الجسم، يحصل قرح. الدواء التاني الايفابرادين. الايفابرادين بيشتغل على نوع معين من التشانل اسمه اي اف تشانل. النوع ده مش موجود الا في الاس اي نود في القلب، واتسمى فاني او اف لان هو بيفتح مع الهايبر بولاريزيشن عكس التشانل العاديه. الكرنت اللي بيدخل منه بيشتغل بسميكر للقلب، وبالتالي لما بقفله بيبطئ الهارت ريت، فممكن استخدمه كبديل للبيتا بلوكر. في ميزه عن البيتا بلوكر، ما بيأثرليش على الاي في نود، ما يعمليش اي في بلوك، وما يضعفليش الكونتراكشن بتاع المايوكارديا. طيب ليه ما كانش هو الاساس والبيتا بلوكر تبقى البديل؟ بالاضافه للبراديكارد اللي بيعملها، بيعمل لي ادفرس افكت بايخ اسمه اليومينس فينومينا. زي ما باين في الصوره، الصوره بتبان بتلمع، فتفاصيل الصوره ما بتبقاش واضحه، لان الاي اف تشانل دي طلعت موجوده كمان في الريتينا. الدواء الثالث اسمه الرانولازين. الرانولازين ده الميكانيزم في اكشن بتاعته غريبه شويه، بيجي على الصوديوم تشانل ويقفلها في اخر جزء هي فاتحه فيه، وبالتالي كميه الصوديوم اللي داخل جوه الخليه بتقل. لما يقل الصوديوم يقل الكالسيوم، يبقى كانه اشتغل لي كما لو كان كالسيوم تشانل بلوكر. بالاضافه لكده بيمنع الفاتي اسيد اوكسيديشن بدرجه قليله، واستخدام الفاتي اسيد كمصدر للطاقه بيخليني استهلك الاكسجين اللي عندي، لان الفات بتحرق اكسجين كتير. وكمان له بوسيبل انتي اريزبيك افكت. طيب ليه ما كانش هو افضل من الكالسيوم تشانل بلوكرز؟ هو طلع ما بيقللش المورتاليتي في عينين الاسكيميك هارت ديزيز، ولكن فقط بيحسن الاكسرسايز كاباسيتي، وما بيأثرش على الهارت ريت والبلاد بريشر زي الكالسيوم تشانل بلوكر. العيب اللي طلع فيه بعد ما نزل السوق انه بيطول الكيو تي انترفال في رسم القلب. زي ما احنا شايفين الكيو تي هي المسافه من اول الكيو لاخر التي ويف. لو لقيتها طولت بخاف انها تحصل لي وراها على طول نوع شديد من الفنتريكولار تاكيكارديا اسمه تورسات دوبوا فنتريكولار تاكيكارديا. الاخير هو الترايميتازيدين. ده نازل من شركه فرنسيه اسمها سيرفييه، كان نازل باسم الفاستريل لعلاج التينيتس، ما كانش نازل للقلب خالص. الاكشن بتاعه انه بينهبت البيتا اوكسيديشن، فبيوفر لي الاكسجين بتاع القلب، وبالتالي بيقلل لي عدد مرات حدوث الانجينا اتاكس، وبيحسن الاكسرسايز كاباسيتي، ولكنه دواء ضعيف بالرغم من انه فيري سيف دراج.